سهل والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل على الأهلي وبطولاته هيقول لك وسع للقطر وكفاية على الأهلي إنه الأهلي نقطة ومن أول السطر. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، تابعنا معاكم لقطات جميله جدا وحصريه جدا لهذا الكيان العظيم فريقنا الحبيب النادي الاهلي سواء في الملعب او في طائره عودته صباح اليوم من المغرب. طبعا مباراه امبارح بين الاهلي والوداد المغربي كانت مباراه يعني الحقيقه مليانه تفاصيل، مليانه ملاحظات، ويمكن في مواضع معينه في لقطات بعينها ممكن كمان تلاقي ان عندنا كتير من التحفظات. باختصار شديد هنعمل مع حضراتكم تحليل كامل لمباراه الامس من خلال ضيفنا العزيز احد نجوم النادي الاسبق نادي الاهلي السابقين كابتن عادل طعيمة. صباح الفل على حضرتك وسعداء بوجودك معانا يا فندم. مبروك البرنامج اولا. ميرسي يا كابتن، ربنا يخلي حضرتك منورنا فيه وسعداء بوجودك معانا وحضرتك ضيف دائم في قناه الاهلي، يعني ده بيتك. وكنت واحنا بندردش قبل الهوا حضرتك كنت قلت لي يا جماعه احنا لحد ما كنا مضخمين شويه هذه المباراه لان احنا كده مش عارفين قيمه فريقنا، فانا هبدا مع حضرتك من هنا. هو طبعا الاعلام طبعا بيبقى واخد نوع من الاهميه بالنسبه لماتشات النادي الاهلي بالذات، وعارف جماهيريته قد ايه والتواجد باستمرار والكلام على النادي الاهلي. ففي البعض احيانا بيضخم مباراه كره قدم. النادي الاهلي بتاريخه في ناس للاسف برضو بعض الاعلاميين مش عارفين قيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي اكبر نادي واخد بطولات على مستوى العالم، على مستوى افريقيا، على مستوى العالم كله بما فيهم برشلونه وريال مدريد. النادي الاهلي واخد الاكبر عدد من البطولات على مستوى العالم. صحيح. ف
انا كنت مطمئن جدا، قلت مره واثنين وثلاثه النادي الاهلي. ميزه النادي الاهلي هو نجم، مفيش شناوي نجم، مفيش مروان نجم، مفيش قفشه نجم، الفريق كله نجم من اول مجلس الاداره لحد الجهاز الفني، الجهاز الطبي، العمال، المنظومه كلها. لو المجلس الاداره ما جابش الطياره وراح قبل الماتش بخمس ايام ووفر الفندق الممتاز ووفر كل الامكانيات والطباخ كل التفاصيل الصغيره النادي الاهلي عاملها، الجهاز الفني كان هيتعب. الجهاز الفني اختياره كان منطقي جدا، موفق جدا. انت بتجيب واحد عنده خلفيه عن الفرق اللي هو هيلعبه وعنده خلفيه عن النادي الاهلي، والخلفيه كمان مش تاريخيا، الخلفيه فنيه، بمعنى الراجل من يوم ما جه بيلعب عمليه الضغط على الفريق، فبيخلي الفريق المنافس. احنا شفنا ثلاث مباريات، انبي والمقاولين العرب وبيراميدز، في الثلاث مباريات نفس اللي اداهم في الثلاث مباريات في دوري اداهم امبارح. هي 4 2 3 1 يمكن نفس الخطه يعني هي خطه هجوميه. خلينا نقول هي مش خطه هجوميه، هي خطه هجوميه ودفاعيه. في توازن يعني. هل الشناوي راحت له حاجات خطره؟ راحت فين؟ راحت له كذا الكره بس كانت جزاء. ضربه جزاء، مفيش حاجه ثانيه اللي هي فريق يعني فريق طبعا الوداد طبعا فريق كبير وكل حاجه، ما نقللش من قدره، لا لكن لازم انا اعرف كمان قدري وتاريخي وعارف لعبتي امكانياتها ايه. الراجل عرف امكانيات النادي الاهلي وبالتالي كان بيضغط على المنافس. صحيح. من هنا صحيح. هتلاقي في بيراميدز وانت ناقص بيضغط، في انبي تقريبا ما عدوش نص الملعب. عمليه الضغط دي ده بيدي ثقه للعيبه، بيدي نوع من انواع الاحباط للفريق المنافس، مش قادر يطلع بالكوره من عند مرماه، يضطر يلعبها طويله. احنا شفنا امبارح الفريق الوداد كله كور عاليه لانه مش قادر انه يخترق ويطلع علشان يعمل بيبني هجمه سليمه. فالثلاث مباريات اللي هو لعبهم هنا قبل ما يسافر المغرب الحقيقه اداهم باداء رائع جدا. الحاجه كمان اللي عجبتني جدا ان هناك نوع من التجانس والاقتناع بين المدرب واللعيب. دي حقيقه ثمن قياسي الحقيقه. يعني فيش 10 ايام اللعيبه اقتنعت، وبعدين برضو فنيا بيتقال ان انا كل 3 ايام ماتش، وده بيأثر على الناحيه البدنيه بتاعتي والناحيه النفسيه. الكلام ده الراجل لغاه. ايه معنى انك انت تضغط؟ عارف الضغط ده يعني ايه؟ يعني انت بتلعب 90 دقيقه جهد عالي جدا. صحيح. فكل 3 ماتشات بتعمل هذا الجهد معناه ايه؟ معناه ان انت بتثق فيا كلاعب ان انا ممكن ادي الدور اللي انت عايزني فيه. تطور الاداء اللعيبه، كل اللعيبه الحقيقه في ثقه، في قرايه للمباراه، اللعيبه اقتنعت بيه فنفذت كلامه. امبارح يعني انا مبسوط جدا قوي من الراجل ده الحقيقه، انه زعلان ان هو ما دخلش اجوال اكتر كمان، وكان من حقه ان هو يجيب اجوال اكتر. كل الاعلام هو مش متابعه، مش الاعلام الاهلي طبعا، الاعلام يعني الاعلاميين الكتير يعني احترامنا ليهم كامل، لكن برضه لازم يعرفوا ان النادي الاهلي اختار مدير فني على اعلى مستوى، وجه في توقيت صعب جدا، مدير فني بيتغير. الراجل قبل ما يمشي كان عمل مشاكل كتير وغير في طريقه اللعب. الراجل ده جه ثبت التشكيل، مهم جدا، ادى ثقه لكل اللعيبه بما فيهم صالح جمعه، بما فيهم احمد الشيخ، بما فيهم كل اللعيبه. شفنا قفشه، انا كنت ببقى زعلان جدا من قفشه في مرات كتيره، امبارح بيأدي اداء، بيدافع وبيهاجم وبيحضر وبيشوط وبيعمل كل حاجه وبيسجل وبيضغط. عمرك شفت قفشه هو بس في نقطه يعني قبل من يعني نغوص مع حضرتك اكتر في تفاصيل مباراه امبارح، انا بعد اذنك عايز اقف برضو عند تفصيله ان احنا او ان في ناس كانها مش مدركه قيمه النادي الاهلي. طبعا اكيد ثقتنا بفريقنا ملهاش حدود، وبطبيعه الحال قيمه ومقام النادي الاهلي محفوظين، بس حضرتك تتفق ولا تختلف مع التفصيله اللي انا هقولها دي، ان اصلا فكره ان النادي الاهلي دايما بيعمل قيمه لاي فريق يلعبه مهما كانت المسافات ما بينهم، وده جزء من خصائص النادي الاهلي او جزء من تكوين النادي الاهلي وجزء من اسباب الانتصار الدائم للنادي الاهلي، ولا حضرتك تختلف مع التفصيله دي؟ لا لا لا، احترام. انت بتحترم التيم المنافس. انت الراجل اللي بيحضر علشان ينزل في مرحله هبوط
انت بتحترمه جدا، وده اللي بيخلي دايما النادي الاهلي في المقدمه. 42 دوري الى جانب افريقيا 8 وان شاء الله 9 جايه والكاس. انت المنافس بتاعك بعيد قوي قوي، يعني عايز 200 سنه 300 سنه انت ما تاخدش بطولات وهو ياخد بطولات. طبعا الاهلي بيحترم الكبير والصغير، لذلك مجلس الاداره بيوفر الطياره، بيوفر الطباخ، بيوفر كل حاجه، الجهاز الفني بيقتنع باللعيبه ويقنع اللعيبه، وكان بيعمل محاضرات كتير قوي في المغرب 4 ايام، يعني يمكن كل ساعتين بيعمل محاضره، بيخلي اللعيب نازل عارف مين اللي هيقابله وهيعمل ايه معاه، فده احترام للمنافس. هو الراجل ما تاثرش بالاعلام، الراجل لو اتاثر بالاعلام كانوا مضخمين جدا مباراه الوداد. الوداد فريق قوي وكل حاجه، لكن احنا امكانياتنا لعبتنا كلها منتخب مصر، بما فيهم البدلاء. انت عارف مين البدلاء امبارح؟ احمد فتحي ولسه جمال، دول الاثنين دول حاجه كبيره قوي. فيعني الفرقه كلها ما شاء الله، الجهاز الفني مع اللعيبه. الحاجه اللعيبه كمان امبارح هي النجم. انا ضد مقوله انه فلان كان نجم، انا اسف، الفريق كله. انت بتقول الشناوي صد بنالتي، طب وياسر؟ ما هي ردت، مش في واحد كان داخل يحطها في الجول؟ طب ما ياسر هو اللي طلعها. طب احنا هنعمل ايه يا فندم؟ ده الفريق النادي الاهلي كله نجوم، حتى بجيل حضرتك، حضرتك شخصيا كنت احد نجوم النادي الاهلي. حضرتك لازم الفرقه كلها نجم. هتقول قفشه نجم، مروان نجم، علي معلول، علي معلول برضه امبارح فعلا، السوليه مش نجم، ديانج مش نجم، محمد هاني ودفاع، محمد هاني، ايمن اشرف مش نجم، اجاييه مش نجم، كلهم ادوا مباراه، بيضغطوا من تحت وبرضه ما تاثروش بالكلام اللي كان بيتقال هنا في الاعلام. وحتى لما كان يعني حتى في القناه عندنا برضو كان في برضو نوع من الزياده قوي في قوه الوداد. هو ده يا كابتن عادل ربما بس بيعكس اهميه المباراه، يعني مش فكره ان الاهلي ليس على استعداد قوي، ولكن المباراه في غايه الاهميه. نتمنى بقى ان شاء الله مباراه العوده كمان يعني يكون فيها نصر. فده بقى اللي انا عايزه ارجع مع حضرتك فيه والنقطه دي، وحضرتك شايف برضو او توقعاتك ازاي احنا المفروض نستعد لمباراه العوده اللي هي برضو في غايه الاهميه، يعني ان صح التعبير. هو الراجل نظامه اولا التشكيل ثابت، الاداء هيبقى نفس الاداء، مش هيخليه يبدا هجمه سليمه، هيهاجم من اطراف زي ما احنا شفنا بيهاجم بهاني وعلي معلول، يعني مش بعلي معلول وهاني بيقف، الاثنين بيهاجم، عمليه التسديد، عمليه الضغط، عمليه الاستحواذ في الملعب، عمليه الكرات العرضيه، على عمليه الاختراق من العمق. احنا شفنا حسين الشحات انفراد من العمق، مظبوط، هو كان بيلعب وينج رايت، الانفراد كان منين؟ كان من وسط الملعب. صحيح. وبعدين في كره ثانيه على رجليه الشمال برضه كانت ممكن انفراد، كان ممكن تتحط. في علي معلول برضه في كره ثانيه كان ممكن. فالراجل مش هيغير قبل ما يستلم النادي الاهلي، عارف قيمه النادي الاهلي، فلعب بعمليه الضغط والاستحواذ والهجمات المتنوعه على الفريق المنافس. حضر الفرقه بثلاث مباريات وراح للوداد بهذا الشكل، مش هيغير. يعني ماتش الوداد اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله، واللي هيفوز من الزمالك والرجاء هيلعب بنفس الشكل، بيدافع كويس قوي وبيهاجم كويس قوي. فده نظامه، وده عارف ان النادي الاهلي عنده من الادوات اللي تسمح له انه يعمل هذا الاداء. حضرتك يعني معظم كلامك في صيغه اعجاب بتفاصيل كتير شفتها حضرتك في مباراه الامس. طيب امال ايه المآخذ بقى اللي عند حضرتك؟ ايه التحفظات؟ ايه اللي ما عجبكش وما ريحكش وانت قاعد بتتفرج على مباراه الامس؟ بكلمك فيما يتعلق بينا بالنادي الاهلي. يعني هو في طبعا التحكيم ما كانش بالشكل الجيد، وللاسف على الرغم ان هناك رقابه ورئيس الاتحاد ولجنة الحكام وكله بيراقب، لكن شفنا ضرب الجزاء ما هياش ضرب الجزاء. اي حد دي كانت امرها غريبه قوي. اي حد من جمهور بعد العوده من الفار ان اكدها، يعني دي خلت الامور اغرب بكتير. الراجل اللي قاعد على الفار حتى الزاويه اللي كان بيتعاد منها بالمناسبه شاشه الفار هي زاويه اللي متبينش قوي، يعني الفار طبعا مطلع الكوره من كاميرتين بس. مفروض انا افريقيا، وافريقيا يعني الاتحاد الافريقي غني جدا، يبقى فيه على الاقل 7 8 كاميرات تجيبها من جميع الزوايا. ومع ذلك الراجل اللي على الفار راجل حكم قوي جدا، هو استدعاه ليه؟ استدعاه علشان يقول له انه دي ضربه الجزاء، دي مش ضربه جزاء. فالراجل يصر انه يلعب. وبعدين انا حسيت في بعض الاوقات
يعني بيكتفك يعني كرة عادية يروح مدي إنذار. آه طبعا أي وقعة من الفريق المغربي ساعات كان بيقع والكاميرا لما بتعيد تلاقي لعيبة الأهلي ما جاش جنبه. فبرضه موسيماني عشان برضه راجل قاري حكام أفريقيا وقاري البطولات في أفريقيا على طول راح مغير ديانج علشان عارف إن الراجل هيتلكك له على أي حاجة علشان يلعبك ناقص. طبعا في كرات تانية طبعا الشوط الثاني في آخر 10 دقايق حصل تجاوزات من تيم الوداد يعني الراجل يمسك الكرة وراح خبطها. كان مشهد غريب جدا بصراحة. هو هل كلمه دي فيها طرد دي فيها طرد لأن أنت تعتدي على لاعب من غير كرة. طبعا وبعدين لما قفشة وقع وأنا آسف إن أنا بقول قفشة ومفروض اسمه محمد مجدي يعني النادي الأهلي ما ينفعش يبقى فيه قفشة يعني هو محمد مجدي فأنا واقع ولعيبة المغرب قاعدين طب افرض إن هو مصاب ومصاب فعلا ياخد عايز يرميه بره. فطبعا دي المآخذ اللي انا قايلها طبعا الى جانب الجمهور طبعا الجمهور مهم جدا لانه بيدي حيويه وبيدي حياه للملعب بس هو جيد ان هو ما كانش موجود من ربما كان ده هيؤثر بشكل كبير يعني لا ازاي يعني انا بشوف ان يعني ده برضو كان راي بعض النقاد ربما دي تؤخذ لصالح النادي الاهلي ان ما كانش فيه جمهور مغربي لان الجمهور المغربي شارك جدا ده مش النادي الاهلي وجهة نظر حضرتك طبعا حضرتك بتشوف الاتيام الكبيرة انت بتنافس ريال مدريد وبرشلونة مظبوط ريال مدريد وبرشلونة لما يروح يلعب في إيطاليا يبقى خايف من الجمهور مش فكرة خايف يا فندم لها تأثير انا ما بقولش ان هو خايف انا بقول تأثير. ربما تأخذ لصالحنا طيب. مش ضدنا طيب لما يكون لها تأثير يبقى انا اخسر كل ماتشاتي ولا انا اللعيب بتاعي يبقى عنده من الضغوط ان انا بقى الضغوط اللي عليا دي انا لعيب في النادي الاهلي يعني الضغوط دي بالنسبه لي ولا حاجه وانا قلت مره واثنين وثلاثه اذا كان اللاعب هيتاثر بالضغوط سواء بالسلب او الايجاب يعني انا ما بلعب هنا في النادي في الاستاد والاقي جمهور بيشجعني لما جمهور يشجعني ده هتزودني وانسى تعليمات المدير الفني لا ولا تاثير ملاش علاقه ان هو هيخليني افضل او اقل بس هو لها تاثير الجمهور دايما ليه تاثير في الملعب ده اللي بتكلم عليه ليه تاثير طبعا ده ما فيش شك نعم. انما ما تاثرش على لعيبتي وانا بلعب في المغرب والا يبقى انا مش تيم كبير تيم كبير يلعب بنزل الملعب بنزل المستطيل الاخضر المستطيل الاخضر ده هو ده الوطن بتاعي المدرج ده انا ماليش دعوه بيه فكره الضغط كابتن عادل هنا من اول اربع دقائق مقتنع ولا لا انا هختلف مع حضرتك ما بس عادي الاختلاف ما فيهوش مشكله لا انا لا انا لا هتبنى لا لا انا بتبنى التحليل الاخر او وجهه النظر الاخرى لدى بعض المحللين والنقاد الرياضيين وفكره هنا زي ما بقول لحضرتك ان الجمهور له تاثير وده مش معناه ان الفريق محترف ام لا او غير محترف او ده يقلل من شانه او لا بس الجمهور دايما له تاثير كبير بس انا عايز اروح مع حضرتك برضو النقطة مهمة وهي فكرة هنا الضغط اللي كان من أول أربع دقايق إحنا بنتكلم دايما من أول ربع ساعة دايما الفريق بيحاول إن هو يحافظ إن ما يخدش أي جول في شباكه ولكن إحنا دخلنا في الدقيقة الرابعة فأعتقد دي كان لها تأثير كبير برضو على الخصم الآخر ربما هز من ثقته في نفسه ربما كان ليه برضو عامل فكرة برضو نجاح الأهلي في الشوط الأول تحديدا عملية الضغطة إن أنا بأفاجئ الفريق المنافس وهو طبعا بيلعب علشان عايز يجيب جول واثنين وثلاثة علشان ماتش العودة يبقى بيلعب وهو مطمئن فأنا لما أضغطه وأكون بضغط عليه من البداية دي معناها إن أنا هو عامل حاجة أنا مش متوقعها كمدير فني الأرجنتيني الفريق الوداد فأنا بعمل حاجة هو مش متوقعها فأنا بضغط عليه من البداية وثبت إنه المبادئة دايما والمقامرة احيانا احنا كنا بنشوف جوزيه عنده نوع من المقامرة احيانا بتوصل لنوع من التهور في بعض الحاجات المدرب المفروض او المدير الفني عنده الحته دي لازم يعملها لانه اذا ما عملتش دي يبقى ما عنديش الجراءه وما عنديش الثقه في لعيبتي الجمهور مهم جدا 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 لكن ما ياثرش عليا كلاعب انا مش مختلف معاك لكن الجمهور مهم جدا جدا انا بقول للماتش كان مفيش روح لان مفيش جمهور لكن ما تاثرش عليا كلاعب لما انا الاعب الاقي الناس بتشجعني او ما اتغر او ما انسى ولا الجمهور لو امبارح الجمهور في المغرب كان موجود والفريق بتاعه اتغلب 2-0 وفي هناك بعض يعني الناس المتعصبين شويه كان هيحصل ايه؟ كانوا هيعارضوا فريقهم ويهتفوا ضده كان هيبقى الجمهور دلوقتي سلبي ولا ايجابي؟
كان والله حسب كل مباراة برضو يعني ممكن يبقى يحصل تجاوزات على الفريق الآخر وممكن يحصل زي ما حضرتك بتقول سيناريوهات مختلفة حدثت كمان تاريخيا يعني مش بتكلم من فراغ. الفكرة في ان يمكن كمان جماهير شمال افريقيا بشكل عام يمكن ليهم اداء معين في تشجيعهم. يعني خلينا نرجع للايام اللي حضرتك كنت شخصيا فيها احد نجوم النادي الاهلي والمباريات الافريقيه لما بتلعبوا مثلا مباراه ضد تونس او الجزائر او المغرب في هذه البلدان في بلدانهم اكيد الجمهور برضو بيبقى ليه يعني عامل ما في حضرتك في علم النفس. احنا بس مش عايزين نطول قوي في النقطه دي اللي لسه عايزين نتكلم عن مباراه العوده يعني لا لا بس علشان انا بخاطب الناس. اتفضل اتفضل. فالجمهور بتاعي جمهور النادي الاهلي في الدقيقه 96 بيفضل يشجعك وانت بتجيب البطوله في الدقيقه 96 خدت الكونفدراليه في الدقيقه 96 معناها ايه؟ ان الجمهور ده العصب اللي بيحرك اللعيبه وبيديهم الدافع ان هم يكسبوا. فالجمهور واثق في لعيبته للدقيقه 96 وخلاص الحكم هيصفر. فالجمهور عامل مهم جدا جدا لكن ما تاثرش فيا كلاعب. طيب بمعنى انا عايز اتفضل انا اسف للمقاطعه بس عشان نلحق لان فاضل عندنا 5 دقايق بس على نهايه اللقاء وعايزين نعرف رؤيه حضرتك لمباراه العوده ان شاء الله يوم الجمعه. هل حضرتك قلت من شويه ان اكيد موسيماني هيحافظ على نفس التشكيل، طب فكرك هيحافظ على نفس طريقه اللعب نفس الخطه؟ هو يعني طبعا مش هيغير بالنسبه للتشكيل، ممكن يغير في فرد او اثنين، ممكن فتحي يبقى ليه دور، ممكن في الشوط الثاني يدفع بوليد سليمان، احنا شفنا وليد سليمان في اخر 5 دقائق كان ابتدى عايز يدفع بيه. انا برضو باخد على موسيماني في اخر الماتش ان كان في فتره كان المفروض يدفع بوليد سليمان، الفتره اللي هم ضغطوا فيها علينا كان المفروض ينزل لوليد سليمان لان وليد سليمان كلنا عارفين قيمته، الى جانب ان فريق الوداد في الاخر بقى خطوطه كانت مفتوحه جدا وكان ممكن جدا ان احنا فعلا الوليد لو نزل كان هيبقى فيه اضافه قويه جدا. لكن الراجل مش هيغير في اسلوبه، التشكيل تقريبا اذا في حد هيدخل ممكن كهربا ان شاء الله لو كهربا بقى كويس هيدخل، في فتحي ممكن بيدخل، في رامي لو ان شاء الله رامي ربيعه لسه يعني رامي لسه شويه ممكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في الماتش الفاينل باذن الله تعالى. يعني عمليه الضغط التوازن في الدفاع والهجوم الثقه اللي بيديها للعيبه وبعدين كل وقت بيعدي هو بيدي اضافه للعيبه. يعني عنده هو دلوقتي النهارده اكيد اجازه هياخد 3 ايام هيبقى برده فيها شويه تصليح بعض الاخطاء. في الشك ان هو امبارح شفنا ياسر وايمن الاثنين الحقيقه بقى فيهم انسجام وتفاهم. الكرات بالعرض والحاجات دي كان احيانا بيبقى فيها قصور عندنا، ابتدت تتصلح ابتدى يبقى فيه نوع من الايجابيه ومفيش كره عاليه اتخذت مننا. حتى في الكور الثابته اللي هم بيتميزوا بيها احنا قضينا عليها تماما. هو مش هيغير لا في التشكيل هيبقى فيه واحد او اثنين حسب رؤيته، لكن عمليه الضغط وطريقه اللعب مش هيغيرها. هيبدا بديانج والسوليه الاطراف ما اعتقدش انه هيغير فيهم، الشناوي مروان لانه برضو كان في بعض اصوات عايزه تدفع ببادجي. باجي الماتشات دي مش بتاعته لانك انت عايز استحواذ مش عايز جري. فالراجل برضو لعيب كوره وفاهم كوره يعرف ان النادي الاهلي مسته في الاستحواذ. النادي الاهلي مسته ان هو بيمتعك كره قدم بيعمل لك الجمله من اليمين للشمال اختراق من العمق اللعب على الاطراف الكوره الى جانب انها متعه فوز. انت بتفوز بس لازم اداء، فانت بتمتعي جمهورك انك انت بتأدي اداء ممتع فالناس بتخرج تبقى فرحانه الى جانب النتيجه اداء ونتيجه. الحاجتين دول مهمين جدا لجمهور النادي الاهلي اللي هو تقريبا شعب مصر يعني زواق. صح كده زواق بيحب احنا الشعب يحب الاكله الحلوه واللعبه الحلوه وتشجيع الحلو. احنا شفنا الاستاد زمان الولاد بتوعنا كانوا بيعملوا لوح ولا اروع، كان ممكن جدا ناس تقعد 3 4 شهور عشان تعمل لوحه فيها مثلا شعار النادي او النادي الاهلي او الحاجات دي. الولاد دول بيعملوها في ثانيه. ده جمهور النادي الاهلي اللي احنا متشوقين للرجوع ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اكيد كلنا بنتمنى ده، ولكن فيروس كورونا كمان على الصعيد الثاني يعني مش مقصر بصراحه خالص قايم بدوره في العالم كله في الرياضات المختلفه. في فرق دلوقتي في المانيا وهنا ابتدوا يتدخلوا عدد معين من الجماهير وبشكل يعني اجراءات احترازيه معينه كرسي لكل اثنين فاضي بالظبط. دي برضه هتبقى مقدمه شويه شويه تفتح باذن الله تعالى.
يعني احنا تشرفنا جدا وسعدنا بوجود حضرتك معانا، وان شاء الله نسعد كلنا يوم الجمعه الجايه باذن الرحمن بفوز جديد يعني يضاف لسجل انتصارات النادي الاهلي. كابتن عادل نورتنا وبنشكرك، شكرا جزيلا لوجودك معانا. شكرا كابتن عادل، شكرا والاختلاف على الراي لا يفسد بالود قضيه. لا لا ما فيش اختلاف، انا بهزر والله، بهزر والله العظيم، ما في خلاف والله بهزر. هل في الجمهور الاهلي اساسي؟ انا بشوف وداعي كبير وكل الابطال بتقول هذا الكلام، فعشان كده انا متبنيه هذه بس الفكره ان الجمهور الاهلي نمره واحد قبل الاداره وقبل اي حد. خلينا بقى نقول لحضراتكم ان الفقره اللي جايه تاني، معلش هنقعد نقول ان ناس كتير بعتت من دلوقتي، فانا عايزه كم يعني تعليقات على قد ما نقدر ان احنا نعرضها. الفقره اللي جايه هتكون الفقره الاخيره مع نجمتنا الجميله الاهلاويه جدا ندى بسيوني، خليكم معانا.